النهاردة لأن البلد لا تقف ولا تتوقف عند زاوية واحدة، الرئيس يعمل على كل الاتجاهات. فاجتمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة مع سيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، وأيضا اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ليه؟ أقولك، الاجتماع كان بيتناول متابعة الموقف التنفيذي لمجموعة من المشروعات التابعة لوزارة العدل ما بين قوسين بقى كده ثقيلين، مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديد. طب مدينة العدالة هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها مجمع مركزي للمحاكم، هيبقى فيها مركز للدراسات القانونية والدستورية، هيبقى فيه غيرها الكثير من المنشآت الخدمية المختلف. كل ده تسهيل لحياتك. الرئيس أيضا وجه بالحرص أنه لازم 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 يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع إيه؟ مع تطوير شامل في منظومة التقاضي بالدولة. يعني إحنا مش بنبني جدران كبيرة ومباني فخمة مهيبة اسمها مدينة العدالة وبس، لأ، احنا بنطور منظومة التقاضي معها بالتوازي، وبالتالي بيتكامل الخطين، خصوصا انه بنشتغل على تعزيز الكوادر البشرية، الكفاءات الفنية القضائية، كذلك تطوير الجانب التقني والتكنولوجي في منظومة عمل المحاكم على مستوى جمهورية مصر العربية. جمهوريتنا الجديدة مختلفة بالكلية عن اللي عشناه كلنا. فاصل ونكمل الكلام. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ المزيد من الحضور المصري في افريقيا والمزيد من الحضور الافريقي في مصر. قارة واحدة تتكون من 54 دولة، كان لازم من زمان جدا يحصل ما بينهم تكامل على كل المستويات، سياسة واقتصاد ودفاع، إلخ إلخ إلخ. مهم جدا اللي اتعمل في مصر خلال السنين الأخيرة من عودة مصر إلى الحاضنة الإفريقية، والعكس دائما صحيح. دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وصل بالفعل لكينيا، ليه؟ علشان يحضر قمة إفريقيا للمناخ واللي بتستضيفها كينيا على مدار يومين 5 و6 سبتمبر الجاري الحالي اللي احنا موجودين فيه. طيب ايه الاجتماع ده؟ الاجتماع ده بيحمل او هذه القمة تحمل عنوان تحفيز النمو الأخضر وحلول لتمويل المناخ لإفريقيا والعالم. بيحضر مجموعة من رؤساء الدول، رؤساء الحكومات، رؤساء المنظمات الدولية. مصر كان عندها رؤية شديدة الوضوح متعلقة بهذه الأمور في إفريقيا، يمكن كانت كلمة مصر بل والتفاعل اللي عملته مصر سواء في كوب 27 في شرم الشيخ أو فيما بعد على المستوى الدولي كان داعما دائما لإيجاد هذه الحلول والتمويلات لإفريقيا حتى تصبح القارة الإفريقية قارة خضراء على مستوى الطاقة والصناعة. معانا على التليفون دكتور مجدي علام مستشار مرفق البيئة وأمين جي إي إف العالمي الاتحاد العام لخبراء البيئة العرب. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. ازيك يا دكتور مجدي؟ عامل إيه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. طيب أهمية هذا أو هذه القمة من ناحية، و استطلاعك أو استشرافك أو توقعاتك إلى هل سوف ينظر العالم لإفريقيا بجدية في مسألة الدعم لإفريقيا وتمويل مشروعات خضراء في إفريقيا، ولا سوف يقف كما جرت العادة يعني يقدم خطوة ويأخر خطوتين؟ والله أنا عايز أبتدي كمان أساسا بأنه يعني عودة مصر لإفريقيا حدث جل طبعا، وعودة مصر لإفريقيا عودة لجذور مصر منذ جمال عبد الناصر. عظيم. ولعلنا نتذكر جميعا انه من ايام الرئيس عبد الناصر بدأ يطرق ابواب الدول الافريقية واحدة تلو الاخرى. صحيح. والرئيس السيسي الحقيقة يعيد مرة اخرى العلاقات المصرية الافريقية كلها كاملة حتى في جولاته وزياراته، ولا يتحدث في حديث الا عن افريقيا بداية ثم يتحدث عن مصر. وبالتالي نحن أمام تطور كبير جدا في العلاقات المصرية الأفريقية، يعيد أفريقيا إلى مصر ويعيد مصر إلى أفريقيا.
الجزء المهم في هذا الموضوع انه العالم اصبح عالم واحد، ما بقاش في حاجة اسمها دولة تعمل كل حاجة لوحدها. افريقيا بالنسبة لمصر هي مصادر ومنابع نهر النيل، وافريقيا بالنسبة لمصر هي كنوز مدفونة تحت الطبقات الجيولوجية تتحول الى ذهب. يمكن فرنسا، وده يفسر لنا اللي حصل يعني الخلافات الأخيرة، لأنه 3-4 معادن نادرة لا تتواجد إلا في أفريقيا، نادرة طبعا من ضمنهم اليورانيوم. والجزء ده بيخلي أفريقيا وزن ثقيل دلوقتي في الاقتصاد العالمي. أفريقيا الآن على وشك إعلان منظمة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وإنها يعني تخرج من الإطار النظري إلى التعاون بين حكومات شمال أفريقيا وجنوبها في رفع مستويات تحفيز التجارة والاستثمار. أفريقيا الآن في هذا الإطار اللي بيروح فيه رئيس وزراء مصر ومعاه وفد كبير جدا ويتحدثوا باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأمن الغذائي لأفريقيا. إزاي دولة زي دي ما يتحققش الأمن الغذائي؟ وده على فكرة عنوان مهم جدا جدا، أن أفريقيا من الممكن أن تتحول إلى سلة الغذاء لتنافس بها أوكرانيا وغيرها من الدول في شمال البحر المتوسط. أيضا أنه مثلث الطاقة والمياه والغذاء اللي احنا بنسميه نكسس، هذا المثلث هو مثلث التطور العالمي، يحقق الآن في أفريقيا بداية استراتيجية لإدارة المياه تستفيد الدول الأفريقية ولا تتنافس ولا تتعارض. وبالتالي أعلنت دول شمال أفريقيا كمرحلة أولى بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية على اعتبار أن النمو الأخضر والاقتصاد الأخضر يحقق زيادة 4.6 عام 2023، يعني احنا بنتكلم على حاجة في الواقع، ويوصل من 4.6 يزيد كمان 4.8 في العام اللي بعده عام 2024. إذن نحن أمام تطور حقيقي في الاقتصاد الأفريقي والنمو الأخضر بعيدا عن التلوث. يجي للطاقة النظيفة والزراعة المستدامة والإصلاح الأراضي ومشروعات التنمية الخضراء والتعاون بين مصر وما بين الدول القارة الأفريقية بما فيها السد الذي ساهمت مصر في إنشائه، وحول المنطقة حوله إلى منطقة زاهرة بالأمن الغذائي بعد أن كانت يعني تبحث عن يعني مصادر غذائية ولا تجدها. ولكن إنشاء هذا السد بمعونة مصرية ودعم فني مصري وشركات وطنية مصرية جعل لهذا المجال إضافة جديدة لأفريقيا. بقينا في الموازنة الإقليمية اللي موجودة في شمال أفريقيا لوحدها 6.9 في عام 2024، ومع ذلك يظل الوقود والبترول يشكل عبئا على بعض الدول الأفريقية. من هنا كانت مصر سباقة في الطاقة الشمسية، وكانت مصر سباقة في طاقة الرياح، وكانت مصر سباقة في طاقة البيوماس، وكانت مصر سباقة في الهيدروجين الأخضر، لكنها لم تنفرد به وحده. كانت دائما وما زالت حتى هذه اللحظة تعلن عن تنسيقها مع الدول الأفريقية في المجالات الخمس. وبدأ هذا الموضوع في قطاع الزراعة في أكثر من 12 موقع لمزارع مصرية تقدم خدمات إنتاج زراعي، وتقدم أيضا تربية زراعية للفلاح الأفريقي إزاي يطور من أرضه الزراعي. الحقيقة أقدر أقول أن مبادرات الرئيس السيسي سواء في قطاع الزراعة أو في قطاع الطاقة أو في قطاع المياه أو حتى في الصادرات والواردات يضع أفريقيا في اهتمامه الأول في هذا الموضوع. طب هنا يجي سؤال يا دكتور مجدي، يجي سؤال. إحنا عندنا استراتيجية إفريقية واضحة لأنه إفريقيا تتحول إلى زي ما حضرتك قلت كده سلة للغذاء وقلعة صناعية معتبرة دوليا. أنا عندي مواد خام، عندي موارد بشرية، عندي قدرات في أكتر من دولة إفريقية على إنتاج الطاقة، وعندي قدرات تكنولوجية وكوادر بشرية وعقلية قادرة على النهوض بإفريقيا، ومفترض أن إفريقيا دي تبقى واحدة من أهم الاقتصادات اللي في العالم. عندي استراتيجية واضحة لده ولا لسه؟
ما اقدرش اقول انها يعني كاستراتيجيه موجود، لكن كخطه تفصيليه تحتاج الى تطوير. انا عايز الفت النظر لكل يعني اخواني والمسؤولين عن هيئات الاقتصاد وهيئات الواردات والصادرات، شوفوا حجم المصريين اللي بيفتحوا اسواق في افريقيا. حاجه تشرف، حاجه تشرف. مفيش معلش محدش يزعل مني من اخواتنا الاعلاميين، مفيش اعلام مصري سلط الضوء على حجم المصريين الذين يصنعون مشروعات وينتجون غذاء وينتجون صناعه في اكثر من 12 دوله افريقيه. لا يبقى كده بقى نسافر ونشوف المشروعات دي ونصور ونعرض. غير عادي، الناس هناك موجوده في جميع الدول الافريقيه، حتى الدول في سيراليون وموزمبيق اللي يعني ما نقولش ان احنا رجلينا واخده عليهم. الولاد المصريين الشطار اللي طالعين بمنتجات مصر بيبيعوا هناك كويس جدا وبيكسبوا كويس. ساعات بينافسنا اخواننا اللبنانيين وده حقهم، لكن بقى دلوقتي في الشارع الافريقي في بيع مصري وفي صادرات مصريه من كل الانواع، من الاقمشه ومن البلاستيكات ومن غانا، غانا مليانه. نعرف ناس في غانا كتير يعني شغالة هناك فعلا، غانا بالتحديد أنا أعرف فيها ناس كتير فعلا شغالة هناك وبتجيب منتجات مصرية وبتنزلها في السوق الغاني ومبسوطين جدا بالعمل هناك يعني. طيب أنا بشكرك مرة تانية دكتور مجدي علام، مستشار مرفق البيئة وأمين عام الاتحاد أو الاتحاد العالمي للخبراء البيئة العرب. ألف ألف شكر مرة تانية دكتور مجدي. أنا أتفق جدا مع أنه إحنا جماعة بنتكلم على قارتنا بتاعتنا، نحن منهم وهم منا، وبالتالي التكامل ما بين ال 54 دولة هو تكامل لا غنى عنه، وما هوش طرف وما هوش رفاهية. لا احنا مجرد سوق ولا هم مجرد سوق، احنا دول تتكامل اقتصاديا مع بعض. اللي عندي مش عند غيري، اللي عند غيري ما هوش موجود عندي. مصانع عملاقة تبقى عابرة زي ما بيتقال او متعددة الجنسيات، هذه المصانع قادرة على انتاج اي منتج يحتاجه العالم بالمعنى الحرفي، اي منتج يحتاجه العالم. القاره الاكثر ثراء من حيث المواد الخام، قاره فيها مورد بشري ضخم جدا يزيد عن المليار وربع نسمه، قاره فيها جامعات في اكثر من دوله، جامعات محترمه جدا، قاره مليانه بالكوادر البشريه العقليه رفيعه المستوى القادره على الابداع التكنولوجي والتصنيع الى اخره، قارة ظن العالم الأبيض إن هي مجرد باحة خلفية فقط لا غير، وده للأسف لمئات السنين، إلا إنه هذه القارة تنتفض. مبدأ السيادة والاستقلال والكرامة مبدأ إفريقي لا غنى عنه على الإطلاق، فما بالنا لو حولنا هذه المبادئ التلاتة إنها تبقى شغل على الأرض وقريب. تعال ناخد بعضنا ونرجع مرة تانية لجمهورية مصر العربية وتحديدا أهالينا في سيناء. أهالينا في سيناء اللي الحقيقة بدأوا بالفعل يحصلوا على عقودهم المؤمنة، وبعتين رسالة شكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. معانا من أهالينا في سيناء الأستاذ إبراهيم سليمان من أهالي سيناء والحاصلين على العقود المؤمنة. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. عامل إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله في نعمة وفضل الله. أهالينا هنا هو في القاهرة هيسألوا هيقولنا إيه هي العقود المؤمنة؟ والله يا فندم العقود المؤمنة، إحنا أولاً بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنشكر القوات المسلحة على الجهد المبذول في محافظة شمال سيناء وخاصة منطقة رمانة وبير العبد، نظراً للظروف اللي مرت بها المنطقة طبعاً. والمجهودات اللي والتضحيات اللي قدمتها القوات المسلحة للناس في المنطقة. صحيح. وثانياً احنا بنشكر توجه الدولة المصرية نحو تسليم الأراضي للشباب في المنطقة والتوعية بحجم احتياجات الدولة المصرية للحاصلات الزراعية، ونتمنى بإذن الله الاستمرار الدعم
من خلال الدعم في المبيدات والأدوية والتوجيهات الزراعية إن شاء الله بإذن الله. ده خليك واثق من ذلك يا أستاذ إبراهيم، كل الأمور هتوصل، وده حق أهالينا في سيناء علينا كلنا، وبالتالي الدولة بتتحرك في سيناء. لسه كنا امبارح شايفين اجتماع ما بين فخامة الرئيس ورئيس جهاز المخابرات العامة ووزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء، يعني اهتمام بتنمية شاملة كاملة لسيناء غير مسبوق الحقيقة. الحمد لله احنا لأول مرة بيحصل عقود مؤمنة لأهالي شمال سيناء، وده ما حصلش قبل كده. فبالنسبة لنا ده في حد ذاته إنجاز كبير، إن احنا أولا الأرض أرض مصرية، وإحنا أبناء مصر، وإحنا جزء من مصر. مما لا شك فيه، وجزء عزيز وغالي جدا على مصر وعلى كل المواطنين المصريين. نقول مبروك العقود، ونقول إنه إن شاء الله قريبا هيبقى في المزيد من التسليمات كمان. رجاء صوت ما يوصل للسيد الرئيس، واحنا بنشكره وبنشكر القوات المسلحة على الجهد المبذول مرة تانية. بإذن الله الشكر دايما موصول، والشكر ربنا سبحانه وتعالى. بشكرك جدا أستاذ إبراهيم سليمان، من أهالينا في سيناء الذين حصلوا على عقودهم النهائية المؤمنة المتعلقة بالتملك. سيناء أنا دايما أقول سيناء زمان كانت حاجة، للأسف الشديد بعد كده عانت لعشر سنين إرهاب، لكن طريقة الشغل في سيناء بعد القضاء على الإرهاب وبعد انتهاء العمليات الشاملة وما إلى ذلك، طريقة الشغل دي تشوفها في مشهد امبارح بجد مش هزار. الرئيس، وزير الدفاع، رئيس المخابرات العامة المصرية، وزير الداخلية، محافظ شمال سيناء بيتابعوا مع الرئيس، أو الرئيس يتابع معهم وبيشوف الخطوات التنفيذية في إطار مشروع ضخم للتنمية الشاملة في سيناء. المشهد ده ما شفناهوش قبل كده على الإطلاق، على الإطلاق، لا قبل احتلال سيناء قبل 67، ولا بعد ما حررنا سيناء بعد حرب 73 ثم استردينا آخر نقاطنا هناك في سيناء. عمرنا ما شفنا ده خالص. انعكس الأمر شيء، إنما يعكس مش بس اهتمام حقيقي، ولكن اهتمام بأنه دولة تتبني تفضل عايشة لعشرات الأجيال وهي واقفة على رجليها، كاملة السيادة على أراضيها، تعطي كافة الحقوق لمواطنيها، بل وتهتم بكل مواطن لكي يعيش حياة كريمة بالمعنى الفعلي، حياة كريمة. خليني أخدكم ونروح على تقرير لطيف حول إيه بقى؟ ايوه، حول انطلاق وقائع حفل تكريم وتوزيع جوائز الدوله للمبدع الصغير، ودي يمكن الدوره الثالثه 2023 تحت رعايه قرينه السيد رئيس الجمهوريه السيده انتصار السيسي، وبحضور الدكتوره نيفين الكيلاني وزيره الثقافه في المسرح الصغير بدار الاوبرا المصريه. شوفوا التقرير ونرجع نكمل الكلام. دي دورة رقم 3 فاز فيها مجموعة كبيرة من الأطفال من سن 5 لسن 8 سنوات ومن 8 ل 18 في فروع الفنون والأداب والابتكارات العلمية. السنة دي بنضيف فرع جديد للجائزة حيكون لأبنائنا في الخارج بنفس التخصصات بتاعتها ونفس المراحل السنية، علشان يكون في ربط ما بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، ونرعى في المواهب الصغيرة اللي اتولدت في المهجر ويكون ليهم دور في التنمية الثقافية في وطنهم الأم. ان هذه الدورة على وجه التحديد كانت استثنائية في يعني عدة اشياء، لعل اهمها كم الاقبال غير المسبوق من ابنائنا في كافة اقاليم ومحافظات مصر. احنا وصلنا اكثر من 10,000
طلب لمتقدم في كافة مجالات الجائزة الثلاثة بكل الفروع اللي تندرج تحتها. حضراتكم عارفين احنا عندنا آداب وفنون وابتكارات علمية، دي بيندرج تحتها مجموعة كبيرة زي القصة والمسرحية والرسم بالنسبة للفنون، بالنسبة للآداب عندنا الغناء والعزف والرسم بالنسبة لمجال الفنون، وعندنا مجموعة اختراقات علمية وتطبيقات إلكترونية بالنسبة للمجال التالي. شعوري تجاه الجائزة، الحمد لله طبعا أنا اجتهدت كتير وربنا كرمني الحمد لله، كمان أن أنا أبقى في وسط الناس دي، يعني الناس دي بجد عندها فكر عالي وأن الدولة تهتم بيهم وتهتم بينا، دي حاجة كويسة جدا. بحب جسمي جدا، فمامي قعدت تدور على حاجات يعني مشروعات أدخل فيها، فلقيت المبدع الصغير فدخلت فيها. المشروع اللي أنا كنت بعمله أعبر عن مصر، أعبر عن الكرة الأرضية والتلوث عنها، فعملت إزازة جواها كرة أرضية ونقر حواليها. قدمت في فرع التأليف المسرحي، عرفت منها ازاي؟ عرفتها عن طريق الفيسبوك الصراحه، كنت بدور على المسابقات والحاجات دي فلقيتها وقدمت فيها. حاجه زي كده مهمه جدا طبعا بالنسبه للمبدعين اللي فازوا فيها، ان هي بتساعد اول حاجه نفسيا او بتدي ثقه للمبدعين اللي فازوا، ثاني حاجه الجائزه الماديه طبعا بتساعد كتير جدا في تطوير او تفتيح مدارك المبدعين وتساعدهم في تطوير مشاريعهم او اي حاجه هم كسبوا بيها يعني. لا طبعا اتبسطت جدا فكره ان انا طالع يعني حاجه يعني رقم واحد في مصر في الرسم، لا دي حاجه طبعا بسطتني جدا. لا انا مذهول وهذا العازف الرائع بصراحه، يعني رائع 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 يعني. طيب احنا هنا بنتكلم على جائزة المبدع الصغير دي المرة الثالثة 2023، وشفتوا الولاد والبنات اللي زي الفل زي السكر واللي حصلوا على هذه الجوائز، منهم بنوتة ساندرا عماد اللي حصلت على المركز الاول في الغنى. ايوه طب جيبوها لي في الشاشة الكبيرة، زمايلي جايبينها لي على الشاشة الزغنططة، ما تجيبوها لي على الشاشة الكبيرة اشوف واسمع كده واتبسط زيكم بالظبط، تبقى حاجة لطيفة جدا. وعلوا لي الصوت بعد اذنكم يا ساندرا. ايوه كده الدنيا غيره نغمتها حلوه، الدنيا غيره نغمتها حلوه، احنا نطير ونغنيها والدنيا تتهمى من غير ولا كلمه، احنا اللي نكمل. اهلا 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 يا ساندرا، ازيك يا ساندرا؟ الحمد لله كويس. الحمد لله، يا سلام، مبسوط ان انا سمعت صوتك مرتين النهارده يا ساندرا، مره وانت بتغني ومره معايا على التليفون. قولي لي يا ساندرا ايه الصوت الحلو ده الاول؟ شكرا شكرا شكرا، والف مبروك على الجائزه المركز الاول مره واحده ما شاء الله. الله يبارك في حضرتك. شكرا. قولي يا ساندرا مين اللي اختار ان انت تغني الاغنيه الحلوه دي؟ دكتور محمد عبد الستار. انا في كلية تنمية المواهب وهو اللي بيدربني، وكان هو حط رايي الاول في الاغاني وهو اللي كان بيدربني عليها وهو اللي شجعني ان انا ادخل المسابقه. حلو، وهو اللي اختار لك الغنوه؟ اه. وانت عارفه مين اللي بيغنيها اصلا؟ اه. مين؟ الفنانة ليلى مراد. يا سيدي يا سيدي على الثقافة الموسيقية الرائعة. طب يا ساندرا دي أغاني اتغنت قبل ما أنا نفسي أتولد، عرفتي الأغاني دي منين؟ نعم؟ عرفتي الأغنية دي منين؟ دي أغاني قديمة قوي. أنا الدكتور كان بيقولي على الأغاني وبيسمعها لي وكده، وبيقول لي برضه مين اللي بيغنيها ويقعد يذاكرها معايا. طب حلو. وأنا بحفظها. طب ده شيء رائع. قولي لي وبقالك قد ايه بتغني يا ساندرا؟ بقالي كتير، يعني انا دلوقتي عندي 11 سنه من وانا عندي 4 سنين بغني. بدات تغني من وانت عندك 4 سنين؟ بداتي غنى فين؟
انا كنت في كورال الكنيسه، برنم في كورال الكنيسه. حلو. وبعدين في 8 او 9 سنين ماما دخلتني كورال الاوبرا. الله، طب ده شيء جميل خالص. وغنيتي بقى لمين تاني غير ليلى مراد؟ غنيت لام كلثوم اغنيه على بلد المحبوب. يا سلام سلم. لا يا ساندرا ده انت جامده قوي. ام كلثوم وليلى مراد بقى، لا ده كده الحكايه كبيره، الحكايه مش صغيره، مش هينه. طب وقولي لي، احنا شطار في المدرسه ولا لا؟ ايوه طبعا شطار جدا. اه انت دلوقتي في سنه كام؟ 5؟ داخله 5. ماشي، انا عايزك تطلعي الاولى يا ساندرا. يا رب ان شاء الله. وناويه تطلعي ايه بقى لما تكبري وتتخرجي من المدرسه؟ هتخشي كليه ايه؟ عايز اطلع مهندسه ديكور. وهنبطل غنى؟ لا طبعا، يعني هتبقى الغنى جنب الشغل. اولا انا بكلمك عشان اقول لك الف مبروك، وعلشان اقول لك انت بجد صوتك حلو وجميل، وعلشان كمان انت دمك زي الشربات وزي السكر. واوعي تسيب الترنيم في الكنيسه يا ساندرا. حاضر. اوعي، مهم جدا ده. طبعا هنغني وهنروح نكمل ترنيم ونتمرن وما ننساش وما نكسلش. وهنذاكر كويس. مبروك يا ساندرا، تستاهلي مني سقفة كبيرة. شكرا. برافو عليكي. هشوفك لازم قريب أكيد على خير، ولما يبقى في حفلة أنا هاجي في دار الأوبرا، هاجي أقعد أسمع كده وانبسط وأبقى أسلم عليكي إن شاء الله. شكرا ليكي ساندرا عماد الحاصلة على المركز الأول في الغناء. معانا بقى إيه؟ كراس أشرف، وهو اللي حصل على المركز الأول في الابتكارات العلمية. أهلا 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 بعالم المستقبل. أيوة، إزاي حضرتك؟ إزيك أنت يا أستاذ؟ الحمد لله. انت عندك كم سنة؟ عندي 11 سنة. 11 وبتبدأ تعمل ابتكارات واختراعات، ايه الشطارة دي؟ ما شاء الله. قولي، شكرا. انت خدت الجايزة على ايه؟ ايه، خدتها فرع الابتكارات العلمية عن بيت الذكي سمارت هوم. لا لا، واحدة واحدة عليا يا عم، انا مش عالم زيك. خدتها على ايه تاني كده؟ واحدة واحدة. الخط بيقطع، هو ده المشكلة. شاب وسيمة هو. احنا بنتحكم فيها عن طريق الحساسات اللي جوه السنسورات دي. ايه، انا كنت الاول خدت، انا كنت عادي في الكنيسه بلعب مع اصحابي، بس فجاه لقيت في ورق متعلق ان الكنيسه عامله نشاطات كتير. فانا اكتشفت ان في حاجه اسمها نشاط الادوات الكهربائيه وكده، فدخلته. وبعد كده بقى عرفت ان مكتبه مصر عندنا هنا في محافظه الدائمه دي في المنصوره بيدربوا حاجات متطوره اكتر، فدخلتها واتعلمت ازاي اوصل السلوك والدوائر الكهربائيه. وانا كنت بتفرج على سياده الريس، لان اخر الايام دي كان بيهتم كتير بمؤتمرات ذوي الاحتياجات الخاصه. فقلت انا كمان اساعده، فعملت المشروع ده، وانا بتمنى ان هو يتطبق على الحقيقه. يا حبيبي برافو عليك، برافو عليك. الواحد يبقى فخور بيك كده، وفخور بكل الولاد اللي زيك. انت طبعا ناوي تخش هندسه اكيد. شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا استاذ. ولا هنقول ايه بقى، يا باشمهندس ولا ايه؟ عادي اي حاجه. ناوي تخش هندسه؟ لا، انا نفسي اخش طب قلب. طب، وتتخصص في جراحات القلب. اه. طب ومين اللي هيعمل ابتكارات واختراعات؟ انا ممكن كمان اخد جنبها اللي في الابتكارات والاختراعات دي واعمل حاجتين. يا ولد، لا ده انت سقفه جامده قوي خالص 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 خالص. برافو عليك، تعجبني. احنا شطار في المدرسه ولا ايه؟ ايوه. ولا في مواد ومواد؟ لا، انا كل سنه بطلع الاول على المدرسه. يا ولد، لا ده كده خلاص بقى جامد، خلاص انا كده اطمنت. يبقى هنشوفك وانت دكتور كبير، دكتور قلب كبير تعالجنا، ونشوفك كمان وانت بتخترع لنا حاجات مهمه علشان تساعد جسمنا انه يبقى قوي كده وصحي وتمام، مش كده ولا ايه؟ اه صح. طيب لما تكبر بقى ساعتها لو انا عايش تبقى تفتكرني وتسلم عليا. ماشي؟ سلمك وحضرتك عايش. يا حبيبي ربنا يخليك. هي بس كانت ماما عايزه تسلم على حضرتك. طبعا، تشرفنا. الو؟ الو؟ ايوه، اهلا اهلا، مساء النور، ازاي حضرتك يا مدام مارثا؟ اهلا بيكي. الحمد لله. ازاي حضرتك؟ ايه الولد الجميل ده؟ الله، ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه لك يا رب ويحفظه لنا كلنا.
الخط بيقطع خلي بالك. يا رب امين يا رب. انا كنت عايز اسلم عليك بس اني بعز بحضرتك جدا يا سيدي يوسف. يا رب يخليك يا مدام مرثا، والله ده انا اللي مبسوط ان انا سمعت صوت حضرتك، واشكرك على انك انت طلعت لنا يعني نقول ايه كده بدايه عالم او دكتور، طالما هو عاوز يطلع الدكتور دكتور وعالم مهم باذن الله، ربنا يخليه لك. يا رب، هو اكيد بيساعدني برضه. شكرا. شكرا ليك يا فندم، الف شكر ليك يا مدام مرثا. مدام مرثا جورج والده هذا العالم المستقبلي الرائع. طيب تعالوا نكمل في الابداع. سما عبد الله، سما بقى خدت المركز الاول في العزف. ازيك يا سما؟ يا سما، سما متصوره بتلعب على الفيولينا وحاجه عظمه جدا. سما راحت مني فين؟ شكرا 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 يا سما هانم. انت عندك كم سنه؟ تمانية. يا خبر ابيض. وبتلعبي فيولينا كمان جا بقالك قد ايه؟ بقالي قد ايه؟ ايوه ثلاثة. من واحنا عندنا 5 سنين. اه. اتعلمنا فين بقى قوليلي؟ كنت بتطور مع دكتور ثاني. دكتور ثاني كان دكتور نور في الاول. نور كانت برضو بتعزف في الفيولن، نور اختي. اوكي. ودكتورها اللي هو دكتور ثاني ابراهيم كان بيدرس لها، فهو اكتشفت ان انا كنت بدندن الموسيقى اللي نور بتعزفها، فقالت لدكتور سامي، ودكتور سامي شجع ماما ان بابا يجيب لي فيولن عشان اروح عليها. طب دي حلوه جدا جدا جدا، بس انتي صغنطوطه كده وايديكي صغنطوطه والفايولين دي صعبه قوي. شكرا. المساله متعبه شويه ولا ايه؟ لا، هو مع الوقت مش هتبقى متعبه. اصل بقى تقعدي تضغطي على الاوتار وتمسكي الاس بالايد الثانيه ويعني صعبه برضو. هتعود يا ولد، شطوره. طب قولي لي انتي لعبتي ايه بقى في الحفله؟ كونشيرتو كومراسكي. يا سلام. النهارده لعبت بولونيز بيون. الله 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 الله، ده احنا جامدين جدا يا سما بقى. طب قولي لي لو انا عايز اجي اسمعك اروح فين؟ مش عارفه. اجي بقى الكونسرفاتوار واقعد اسمع بقى وانت بتتمرني. اوكي. متفقين؟ دول. خلاص اوكي، يبقى انا هاجي لك اقعد اسمعك في الكونسرفاتوار. اتفقنا. ولو عملتي حفله تاني في الاوبرا قولي لي. اوكي. اتفقنا. برافو يا سما، والف الف 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 مليون مبروك على المركز الاول في العزف، شطوره. شكرا. شكرا ليك يا سما. ده الاهتمام العظيم. الجيل ده هو مستقبل البلد دي، جيل من العازفين والموسيقيين والمبدعين والمبتكرين والمخترعين، وعندهم أحلام كبيرة وهيقدروا يحققوها، قولوا إن شاء الله. فاصل ونكمل الكلام. ده احنا معانا النهارده شويه اخبار حلوه بصراحه، توليفه لطيفه حقت وزاره الزراعه ووزاره التعليم، لا ده في شغل عالي بصراحه. اه والله. طيب معانا طبعا مهرجان القلعه اللي لا زال مستمرا بمنتهى النجاح كما جرت العاده، بمنتهى التالق لهذا المهرجان الرائع والعظيم. طبعا معانا على التليفون واحده من اجمل واروع الاصوات، نجمة من 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 ألمع النجوم، لينا شماميان. ازيك يا لينا؟ تسلم لي على التقديم، شكرا كتير. عاملة الحمد إيه؟ لله تمام. انت اخبارك ايه؟ انا الحمد لله كله تمام. احكي لي قولي لي ايه اخبار المهرجان والغنى والجمهور المصري المره دي؟ انا مشتاقه كتير، صار لي فتره طويله، صار لي تقريبا سنه ما عملت حفله يمكن تقريبا، فمبسوطه كتير انه حشوف. انا مهرجان القلعه بحبه كتير، يعني هيك إلى مطرح خصوصي بقلبي. ليه؟ اشمعنى؟ تعرف شغلة، أول ما جيت على مصر جيت على مسرح الجنينة، كان مهرجان حي. أيوه. هذه هي الحفلات ضل في إلى بقلبي ذكرى خاصة، إنه كانت هواء طلق وكانت قريبة من العالم كثير. صحيح. مسرح القلعة
العدد للعالم يكون أكبر بكثير، بس هو شبيه بمهر مسرح الجنين، شبيه بهذاك الإحساس الأول. فبالنسبة لي كأنه عم برجع على البدايات. أيوة فهمت أنا كده. بحبه كثير، بحب أن أشوف العالم، بحب أن أشوف العدد ناس كثير، بحب أن الناس بس تجي بتكون جاية ومستعدة تشارك وتفرح وتقضي وقت حلو، مو بس أنه هي جاية تفحص، ما في حالة الاختبار، لا أنا جايين فعلا يشاركوا يعني بكل حواسهم. فبالنسبة لي هذا الشيء كثير مميز. صحيح صحيح. طب وقولي لي ناوية تغني إيه المرة دي؟ حضرتي ليست زي ما بيتقال؟ نعم. حضرتي مجموعة أغاني مخصوصة ولا هتسبيها على شكل تفاعلك وإحساسك بالجمهور؟ لا في أغاني خصوصي جديدة. ها زي؟ لا هي مفاجأة الحفلة. مفيش أي مفاجأة للبرنامج التاسعة، ده احنا أصحابك. مش عارف قد ايه بحبكم، بس بجد لانه هي مفاجأة الحفلة، وحتى عامل شلون هيك فجأة بقلبي الحفلة بتطلع لي. طيب يعني دي أغاني مصري، أغاني مصرية جديدة، المرة رح يكون في عدد كبير أغاني مصري، أغاني صعيدي، أغاني فلاحي. ففي تشكيلة أغاني أنا قاعدة عم بتعلم، أنا بذاكر. لينا شماميان هتغني صعيدي؟ هغني صعيدي وفلاحي. ده حدث. لا ليكي حق. طب كويس، احنا كده خدنا اللي احنا عايزينه. بصي انا كده تمام، لان كده معناه ان اغاني اول مره هتغنيها لنا، وبعدين اغاني فلاحيه مصريه واغاني صعيدي، فكده انا تمام. حتى لما قلتليش اسامي الاغاني انا مرضي. انا مرضي. ليك يعني عن جد انا بحس الاغاني التراث دائما فيها شيء مختلف، فيها شيء بكل البلاد، في شيء مشترك في اغاني التراث. فبالنسبه لي في معي ضيوف حتى بالحفله، في أغنية إن شاء الله حتضبط مشتركة أنا ونسمة محجوب صديقتي والمغني. جميل رائع. القمر رائع. نحن عاملين سوا كولابوريشن أصلا، لهيك اخترنا أنكم بنفس اليوم. وحيكون معي ضيوف كمان عن المسرح، في مغني مصري حيكون موجود معي. مين؟ فمبسوطة عرفت الحفلة هالمرة مختلفة جدا جدا جدا. مين المغني المصري اللي معاكي المرة دي؟ هو شاب اسمه أبنوب. بيغني. هو قعد فترة طويلة قعد بالصعيد وقعد مع البدو بس ليتعلم طريقة الغناء هاي. بيشتغل كمان أكثر بلبنان بالأندرجراوند ميوزيك، بس معي رح يكون ضمن الفرقة ورح يغني الأشياء الشعبية كمان. طيب ده شيء رائع كده. الحفلة دي هتبقى حفلة مميزة ومختلفة وجديدة، وهتنور بصوتك. تسلم لي. أشكرك، ربنا يخليكي. ألف ألف شكر ليكي ومنورانا، وبالتوفيق دايما. المطلوب انتظاركم اذا فيكم تجوا. لا احنا هنيجي وانت هتيجي. يعني انت عارفه التسعة ده احنا بنعتبره برنامج بتاعك مش بتاعنا احنا. تنورينا بعد اذنك لو سمحتي، اوجدي لنا كده ايه ساعه نقعدها سوا. عينيا. عشان تغني لنا صعيدي في البرنامج. حاضر. عينيا. اتفقنا. حضر لك الخير. الف الف شكر ليكي. احنا بقى بما انه صعيدي يعني عندنا تقولي نقول تعيشي، فتعيشي يا لينا. الف شكر ليكي، نجمه الرائعه دائما المتالقه دائما صاحبه الصوت الساحر لينا شماميان. طيب تعالوا نروح بقى على الكوره بقى. الفيفا خدوا قرار خلاص يعلنوا تفاصيل قرعه كاس العالم للانديه 2023 وبمشاركه الاهلي. الأهلي يا جماعة ما شاء الله عليه برضو، يعني دايما متألق. عقبالنا قادر يا كريم، نبي يا رب فرجها علينا يا رب. احنا الزملكاوية الطيبين الصابرين الأمرة اللي بالهم طويل، اللي عندهم تمسك كده دائما بناديهم وبمبادئهم. معانا على التليفون ناقدنا الرياضي الصديق العزيز أحمد الهواري. زكي أبو حميد. أستاذ يوسف الصديق العزيز الغالي، متابعك في الانتو وانترو جامد ومتألق دايما. الله يخليك. ورحب بمشاهدينا. بتشاركنا الدعاء وتؤمن على الدعاء ولا لا؟ يا رب يعني. نتمنى ان ابواب السماء تبقى مفتوحه. امين امين امين. قول لي على يعني اعلان القرعه، وفي نفس الوقت على مشاركه الاهلي، كم مجره العاده تاتش وود؟ طبعا خلاص النادي الاهلي اصبح واحد من الفرق اللي دوما بيشارك في نسخ كاس العالم للانديه. صح. من اكثر الفرق المشاركه في المونديال، دائما متواجد
بحكم تاريخه بحكم تصنيفه كمان في القاره الافريقيه، بجانب طبعا تتويجه بالنسخه الاخيره من دوري ابطال افريقيا. خلينا نروح على طول للقرعه بكره ان شاء الله باذن الله. الفيفا اعلنت بشكل رسمي عن اقامه القرعه غدا، هتكون في مدينه جده بالسعوديه. القرعه عشان برضو الناس بتسال هتكون مذاعه على كل منصات الفيفا الاتحاد الدولي لكره القدم. ابرز الفرق المشاركه او الفرق المشاركه بشكل عام تحدد منهم ست فرق، هم سبع فرق لكن اللي تحدد ست فرق طبعا يتقدمهم ممثل الكره المصريه النادي الاهلي بحكم فوزه بدوري ابطال افريقيا، مانشستر سيتي بطل اوروبا، اوراوا الياباني بطل اسيا، ليون المكسيكي بطل كونكاكاف، اتحاد جده اللي هو الفريق اللي يعني من الدوله المستضيفه، وبطل الدوري السعودي اوكلاند سيتي. يتبقى فقط فريق سابع هيتحدد وهو بطل كوبا ليبرتادوريس، لكن لسه البطوله لم تنتهي، يعني ننتظر يعني الفريق اللي هيفوز بكوبا ليبرتادوريس عشان يبقى السبع فرق. ولكن القرعه بص هيتم سحبها عادي جدا، وهيتم سحب بطل كوبا ليبرتادوريس ايا كان ده الفريق اللي هيفوز. نتمنى طبعا ان النادي الاهلي يبدا بمشوار يعني خفيف كده، تجنب مبكرا السيتي، لان نتمنى اكيد ان النادي الاهلي يروح لبعيد في البطوله، خاصه ان الجماهير بتمني النفس بقى ان النادي الاهلي يشارك في النسخه دي ويتواجد في نهائي النسخه، يعني على غرار يعني المرات اللي فاتت كلها النادي الاهلي كان المركز الثالث هو اقصى مركز قدر يوصل له، فالكل بيتمنى ان النادي الاهلي يكون متواجد في النهائي. فنتمنى ان القرعه تبعد الاهلي عن السيتي ويلتقي مع السيتي في نهائي البطوله باذن الله. طب باعتبار ان الاهلي هو فعلا ممثل الكره المصريه في البطوله دي، فانا هقول احنا، مش هقول بقى النادي الاهلي، هقول تتوقع يا ابو الكرامات ان احنا ممكن نلعب مع مانشستر؟ ولو لعبنا نعمل ايه؟ بص دايما النادي الاهلي، او برضو مش عايز اقول النادي الاهلي ولكن يعني احدد النادي الاهلي بعينه لان هو الممثل مصر في كاس العالم للانديه، دايما الكره المصريه في المحافل الكبرى بتشرفنا، واللعيبه المصريين بيكونوا على قدر المسؤوليه. لو رحنا للبطوله العربيه اللي الزمالك بيشارك فيها، الزمالك قدر ان هو قدام النصر اللي كان بيلعب في نجوم العالم وكريستيانو رونالدو وماني قدر يقدم مباراه كبيره على الرغم ان الزمالك في أسوأ مواسمه، لكن دايما الكره المصريه والفرق المصريه لا، والزمالك لعب ماتش زي ما انت قلت قدام يعني نجوم العالم بالظبط، وعمل حته ماتش 10 على 10 بالظبط. فالنادي الاهلي دايما كمان في كاس العالم للانديه لما بيلعب، شفنا لما لعب بايرن قدم مباراة كبيرة جدا جدا وكانت خسارة بشق الأنفس. فنتمنى بس إن النادي الأهلي يتجنب السيتي في البداية، يعني ما يقابلش السيتي في نص النهائي، لا يلتقي بالسيتي، يكون السيتي في الناحية الثانية والنادي الأهلي بقى والسيتي يلتقي في النهائي، لأن هتبقى فرصة. لو النادي الأهلي تجنب السيتي في نص النهائي هتكون فرصة النادي الأهلي كبيرة جدا، خاصة إن الفرق اللي موجودة كلها أعتقد فرق في المتناول يعني، والنادي الأهلي يقدر إن هو يصعد للنهائي. وانا توقعي ان النادي الاهلي في النسخه دي هيكون باذن الله في نهائي كاس العالم للانديه. ابو الكرامات بتثق فيا؟ انت امال انا بسميك ابو الكرامات ليه؟ بس خلاص النادي الاهلي ان شاء الله في نهائي كاس العالم للانديه. يا رب يسمع من بقك ربنا، عقبالنا بقى في الزمالك احنا كمان في يوم من الايام. نتمنى لعله قريب بإذن الله. بشكرك جدا 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 يا أحمد الزميل العزيز الناقد الرياضي الشهير أحمد الهواري، اسمه في برنامجنا دايما أبو الكرامات، توقعاته دايما جون بصراحة. طيب، الجدل يثار دائما، الشائعات كتير على أي شيء، خد بالك أسهل حاجة في الدنيا انك تضرب بقين ويطلعوا شائعة وهوب يلا يا سوشيال ميديا، وسوشيال ميديا عموما تحب الإشاعات. النفس البشرية بشكل عام تنشر الشائعة اكتر ما تنشر الحقيقة، انت عارف الحكاية دي؟ والله بكلمك بجد، الشائعة دايما شيء جذاب، شيء مثير، شيء يشدك ليه، بتبقى انت كده قاعد ايه وكأنك منوم مغناطيسيا. المسيء دايما في الموضوع وغير الجيد دايما في الموضوع والسلبي جدا في الموضوع انه احنا ما بنتحراش اي دقة وما بنحاولش نعرف اصل الموضوع ايه.
طلعت إشاعة، وإشاعة مخيفة بالمناسبة، هي إن وزارة الزراعة يا جماعة بيقطعوا الشجر اللي في جنينة الأسماك. تعرف في عندنا مناطق كده في مصر معروفة بالأشجار النادرة بتاعتها، يعني تلاقي مثلا جنينة الأسماك، تلاقي جنينة الحيوانات في الجيزة، تلاقي جنينة الأورمان، تلاقي أنطونيادس في اسكندرية. في عندنا كده إيه مجموعة من المنتزهات والحدائق اللي فيها مجموعة من أندر النباتات اللي موجودة في مصر، بل من النباتات النادرة على مستوى العالم، زي حدقة النباتات مثلا أو جزيرة النباتات مثلا عندنا في أسوان. السؤال، وهل قامت، خد بالك اسم كده اسمها وزارة الزراعة، هي وزارة الزراعة اسمها وزارة الزراعة، مش وزارة قطع الأشجار، مش وزارة القضاء على الغطاء النباتي، مش وزارة القضاء على النباتات النادرة. يا جدعان هي اسمها وزارة الزراعة، والله العظيم اسمها وزارة الزراعة. تزرع ما تخلعش. دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك ومساء الخير. يرضي مين أنه الناس تتناقل شائعة بمثل هذا الشكل؟ وطبعا بشكر حضرتك، فعلا هي شائعة، ويعني يعني دايما دايما بتتردد شائعات حوالين حدائق التراثيه. صحيح. لكن انا باكد لحضرتك انه يعني وزاره الزراعه، ويمكن معالي الوزير شخصيا، اهتمامه جميل جدا 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 بحدائق التراثيه، ويمكن اكبر دليل ما شاهدناه طبعا اكبر مشروع تطوير تقدم لحديقه الحيوان. صحيح. ومنذ انشائها فاحنا برضه حريصين على حديقة الأسماك وعلى الأشجار والغطاء الشجري المميز، سواء لأي حديقة تراثية، سواء الأسماك أو غيرها يعني. فإحنا ما حصلش أي طبعا خلل أشجار تراثية ولا أي شيء يعني، لكن إحنا في موسم داخل على موسم تغيير فصول، يبقى فيه يعني خطورة من بعض الأشجار، فروع الأشجار وليس الأشجار، فروع الأشجار. أوكي. فده موسم اسم يعني بيبقى تهذيب للأشجار وصيانة ليها، يعني غير لما يجي عاصفة هواء تروح خلع الشجرة نفسها لما بتكبر، لكن احنا لما بنعمل تهذيب للأقصى دي بيبقى فيه صيانة الأشجار بتبتدي انها تورق مرة تانية. ومدير الحديقة على فكرة مهندس زراعي ويعي تماما كيفية صيانة الأشجار وتهذيبها عشان ما يبقاش فيه خطورة على الزائرين ولا تلم حشرات ولا يبقى فيه خطورة على العربيات اللي راكنها خارج الحديقة. يعني فكل ده عملية صيانة، صيانة وتهذيب للأشجار فقط. ده صيانة وتقليم وتهذيب للأشجار ليس إلا. بالضبط كده. لأنه أي حد في الدنيا طب ده مطلوب جدا. أنا عارف جداً. إنه كان من كام سنة وقع، بس ما كانش من حديقة الأسماك، قدام شوية كده عند السفارة الألمانية، فرع شجرة كبير تخين كده سميك وقع على عربيتين ظبطهم. بالضبط. للأسف. فبيبقى مهم ده. طيب ده برضو هيخليني هنا أذهب إلى إنه يعني إحنا عندنا لو صح التعبير يعني زي إدارة أو فرع متعلق بالتهذيب والتقليم والصيانة والحفاظ على صحة الأشجار اللي موجودة. طبعا أنا بقول لحضرتك يعني هي العملية كلها عملية يعني صيانة عشان خوفا على الزائرين، خوفا على العربيات اللي راكنة خارج الحديقة، أيضا الأشجار اللي هي العريقة دي إحنا كلها بنحافظ عليها تماما. واتحدى حد يقول لي في شجره اتخلعت او ان احنا اجلنا شجره، ده لا يمكن، ده كله عمليه صيانه فقط. طيب انا اسمع او اقرا احيانا انه التقليم وصيانه الاشجار دي فن وعلم، ما هياش مجرد نجيب منشار ونقطع ولا مقص ونقول اصل احنا بننسق الشجره وخلاص. صحيح. ده علم. صحيح. وفن ايضا. احنا بنقوم ده في اطار، بنقوم بده في اطار علم يا دكتور صح؟ أكيد. وبقول لحضرتك مدير الحديقة نفسه مهندس زراعي، والقائمين على هذا الأمر كلهم زراعيين ويعلموا تماما يعني أهمية الأشجار وفي نفس الوقت كيفية صيانتها وتهذيبها. ويعني لو إحنا ما عملناش هذا العمل وحصل لا قدر الله خطورة، هيقال ليه ما هزتوش الأشجار دي وليه ما صنتهاش. فإحنا بقول لحضرتك إحنا داخلين على موسم تغيير الفصول، وده بيبقى فيه عواصف وفيه مشاكل كتير، فده كله عملية صيانة فقط لا غير. والناس ممكن تقدر تعمل سفرك زياره لاي مكان وتشوف لنا اي شجره اتخلعت، ده ما حصلش. يعني نروح لجنينه الاسماك. في متابعه لوزاره الزراعه حضرتك زي ما اكدت، دي وزاره الزراعه وليست طبعا تخصص اخر، ده وزاره الزراعه اللي هي بتقوم
بالحفاظ على الغطاء الشجري المميز بالحضارة التراثية. يعني نروح على جنينة الأسماك ونشوف ونصور وننبسط طبعا وكله طبعا. احنا طبعا بشكل عام مش بس البرنامج، اي حد بالضبط يا فندم. احنا يعني اي دعوة لاي حد يقول لنا فين الشجر اتكلت او اي، يعني لا يمكن، لا يمكن، كله صيانة للأشجار فقط. خلاص، اشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر ليك، تحياتنا ليك دكتور محمد رجائي رئيس الاداره المركزيه لحدائق الحيوان بوزاره الزراعه. اذا الدعوه مفتوحه، خدوا بعضكم روحوا على جنينه الاسماك اتفرجوا واطمنوا، دي بتاعتنا بالمناسبه، اي حاجه في البلد دي بتاعتنا، فمن حقنا ان احنا نروح نشوفها، من حقنا نطمن عليها، وفي نفس الوقت من حقنا نحافظ عليها، مش بس نحافظ عليها بشكل عام لكن نحافظ عليها حتى من الشائعات. نحن نحافظ على أنفسنا من الشائعات والله، وعلى استقرارنا النفسي والله والهدوء. طيب، حاجة اسمها فراشات المحلة. إيه بقى فراشات المحلة؟ قالك ده فريق فني بيضم إيه؟ بيضم 50 طفلة، معلش بس عشان مركز في موضوع وزارة الزراعة ده، أو تحديدا في جنينة الأسماك، فبفكر أعدي بكرة أطب عليهم مفاجأة وبقول كده على الهواء. مهم يعني 50 طفلة بيقوموا بعروض باليه. والله حاجة جميلة جدا في محافظة الغربية. تعالوا نشوف التقرير الجميل ده ونطلع للفاصل، وبعدين هنرجع فعلا نكمل الكلام. احنا بدأنا من حوالي 4 سنين او 5 سنين بنينا المحلة، بنينا بنت واحدة بس، والحمد لله دلوقتي الثقافة الباليه بقت والرقص في المحلة بدأت ترتقي قوي، لحد ما وصلنا الحمد لله من 50 ل 60 بنت في المحلة معنا. هم دايما الجندي المجهول في حفلاتنا كلها هم اولياء امور، ودايما كل حفلة بشكر المميزة على مجهودهم الفظيع في كل الحفلات، في تلبيس الوقت، في حضورهم التدريب ذات نفسه، ده لوحده اصلا ان هم مؤمنين بالفكرة، ده برضك حاجة كويسة، ان هم يلبسوا الولاد ويعملوا كل حاجة دي هم، هو ده الجندي المجهول اصلا معانا، مش انا ولا الطفل، لا هي الامهات هم الجندي المجهول في اي حفله احنا بنعملها. اكتر مش لعبه او اكتر فن، الاكتر لعبه العضله فيها استطاله هي فن البالي، هي الاسترتشات، واولا بيعلم الثقه بالنفس، الثقه بالنفس دي اهم حاجه، اللياقه البدنيه دي برضك تاني حاجه بيقفوا على صوابعهم والحمد لله، هتشوفوا دلوقتي حتى في العروض اللي هم يعملوها التيم وورك كلهم بيشتغلوا مع حب، ودايما بقول لهم لازم نتعرف على بعض، وانتوا اصحاب، انتوا اخوات، لان احنا لو احنا مش اصحاب واخوات مع بعض هنطلع عرض وحش. بس هنا الحمد لله حتى في العروض هتشوفوا دلوقتي قد ايه الابتسامه، وازاي يبتسموا، ازاي يمثلوا. وزارة التربية والتعليم هي الأساس أساس، لأن الولاد كلهم وزارة التربية والتعليم، عندنا حفلة بنحاول نستأذن المدارس، والحمد لله يعني كل المدارس بصراحة مشكورة، لأن اللي في دايما التبادل الثقافي بين المدارس وبين الوزارات، بيساعدونا بصراحة، مفيش أي عوائق بصراحة. التربية والتعليم بصراحة متعاونين جدا معنا، بالذات إدارة غرب المحلة، يعني إدارة غرب المحلة قمة في التعاون. يعني أنا طموحي إن أنا نشر ثقافة الفنون في المحلة، ان الناس ما تخجلش ان بنتي بترقص باليه، دي في الاقاليم، لا احنا الحمد لله العدد ده يعني الحمد لله بدانا نثبت اللي احنا، لا الموضوع بدا ان الثقافه بدات تنتشر شويه، ولسه كمان على فكره. يوم الاثنين الرائع، وكما جرت العادة لقائنا الأسبوعي مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، منورنا يا مولانا. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ولكم وعليكم ومتابعينا. مولانا، يعني ممكن إذا سمحت لي إن احنا نفكر مع بعض ومع المشاهدين بصوت عالي عن أو في الإسلام والبشرة
الإسلام والتفاؤل، الإسلام وطيب الكلام، الإسلام وحلو الحديث أو حلو الكلام. أحسنت وأصبت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله القائل: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. الله. ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وأصحابه الذين فقهوا الإسلام حق الفقه، فكانت البشريات ديدنهم، تعاملوا بالتفاؤل فنشروا اليمن والتيامن بين الخلائق، وحببوا الناس في الإسلام ببشاشة الوجوه وبمحامد الصفات ومكارم الأخلاق. التجار المسلمون سيد الكريم حينما ذهبوا إلى ساحل الشرق الأفريقي، وحينما ذهبوا إلى أواسط آسيا وإلى شبه القارة الهندية، ما كانوا مثل بعض الوعاظ اليوم المواعظ الكبيرة الفخمة الضخمة والتشنج لا، شوف في تجارتهم الناس رأوا وجوها فيها طلاقة، نفذوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى أخاك بوجه طلق، وجدوا عذوبة في الكلام، وجدوا عدم الغش، فسألوا: من هؤلاء الناس؟ قالوا: هؤلاء محمديون، ما يعرفوش كلمة مسلمين يعني المناطق دي أيامها. قالوا: ومن محمد؟ قالوا: رجل نشأ في بلاد الحجاز يدعو إلى مكارم الأخلاق. قالوا: والله ورب هؤلاء؟ قال: نعم رب هؤلاء، إنه لرجل حق ودينه صدق، مش بالكلام الكبير الفخم الضخم اللي على السوشيال ميديا الآن لا لا لا، والقنوات اللي كانت تسمى دينية وهي خربت العالم بمفاهيم مغلوطة أيام الثلاثين سنة اللي قبل 11 أو 2011، وكان حديث ممتلئ بالقسوة والغلظة والتخويف. خدت بالك، وما زالوا إلى الآن. المهم، فحينما نأتي إلى ما تفضلت بعرضه وطرحه، التفاؤل. ما هو التفاؤل؟ أولا في مأثور عربي جميل: أرجو من مشاهدينا الكرام أن يعوا، تفاءلوا بالخير تجدوا. الله يفتح عليك. قالوا التفاؤل هو الكلمة الصالحة الطيبة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأل، قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. ده في سنن أبي داود. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة التطبيقية العملية يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة، يعني اللي هو التشاؤم، وما ده موجود في سنن ابن ماجه. نذكر نموذج جميل محبب. حضرتك في صلح الحديبية بين سيدنا النبي عليه السلام وما بين قريش في مكة، فقريش أرسلت كبير الوفد منهم اسمه سهيل، فلما خبر النبي عليه السلام وفد قريش حضر، قال: ومن كبيرهم؟ قالوا: رجل سهيل. قال: سهل الأمر. الله، سهل إيه؟ سهل الأمر بالضبط كده. تفاءل الرسول عليه الصلاة تفاؤل. والسلام. فالتفاؤل أولا بيبعث الإنسان على حسن الظن بالله عز وجل. خلي بالك بقى، ما نيجي نعكسها لقدر الله، زي بضاعة بعض
الذين يكرهون أنفسهم ويكرهون وطنهم ويشغبون على الدين. الكلمة السيئة، التشاؤم، نشر ثقافة التيئيس، دي اسمه التطير. التطير دي كان من الأرازل والأشياء المرزولة. يعني مثلا بعض الناس تطيروا بسيدنا موسى عليه السلام، طيرنا بك ومن معك. ما نيجي لسورة ياسين، تطيروا وتشاؤموا من دعاة التوحيد، طيرنا بكم، طائركم عند أنفسكم. يبقى هنا التطير ده بضاعة الفاشلين. فلما يجي النهاردة وأنا بنصح الناس، تسمع على السوشيال ميديا، يسمع على بعض قنوات الإعلام، يسمع ناس لا هم لهم إلا التشكيك في كل شيء، إشاعة اليأس، مع أن ربنا في القرآن يقول إيه سبحانه وتعالى، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. شوف 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 بقى الحكم، يعني اللي هيأس وينشر ثقافة اليأس ويأس الآخرين مش أنا اللي بحكم، ده ربنا اللي في القرآن، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك بص بقى سيدنا ربنا يبارك فيك ولك من اسمك نصيب، سيدنا يعقوب عليه السلام، شوف مع إنه أخبر بأنه ابنه أكله الذئب، طبعا حصلش كما تعلم، وإخوته جاء أباهم عشاء يبكون، هم جم في العشي ليه؟ قال العلماء لأن الكذب يظهر في الضياء ولا يظهر في الظلام، فهم اختاروا يجوا لأبوهم بالليل عشان هم اسلموا ولاد نبي، فحتى لو كذبوا هيظهر في وشهم في وجوههم. فجاء أباهم عشاء يبكون. المهم بعد سنوات وسنوات، وبعد ما بنيامين وجاء مصر واخوه خدوا، القصة المعروفة، سيدنا يوسف عليه السلام، شوف بقى سيدنا يعقوب يقول ايه لأولاده، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. يا نهار أبيض، شوف هنا الثقة بالله برضه عنده أمل. ده اللي عايزين ننشره، يكون عندنا أمل، عندنا تفاؤل، عندنا حسن ظن بالله، يكون عندنا ثقافة أن تنشر إن في فرج، إن في نصر، إن في فتح. إنما اللي بينشر عكس هذا كل إناء بما فيه ينضح. اللي جه النهارده مش هشوف الرسول بيقول إيه، حديث جميل جميل جميل، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. والله مولانا بقعد افكر ساعات كتير اقول ماذا لو وفد المسلمين اللي راح للحبشه ما كانش ما بينهم مثلا جعفر ابن ابي طالب عليه رضوان الله وحديثه الرائع مع النجاشي، كان حصل ايه؟ يعني حصل ما لا يحمد عقباه. شوف هذا الرجل ببلاغه وإيجاز نعم. وكلام طيب وكلام حلو، نعم، اقنع النجاشي ببقاء المسلمين وحمايته. بالظبط. كذلك أول سفير في الإسلام سيدنا مصعب بن عمير طبعا رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه وارضاه. شوف لما راح المدينة جعل بيوت المدينة تلهج بالقرآن الكريم. عارف بإيه؟ هي بحاجة واحدة اللي احنا بنتكلم فيها، التفاؤل. شوف لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل كان يعني طعن في السن، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لي غدرات وفجرات. والرجل قال له إيه؟ وقد فعلت مع امرأة أجنبية بس ما عدا الزنا، يعني فعل مقدمات. فرجل بيقول أنا هلكت يا رسول الله. الرسول قال له إيه؟ قال له إيه؟ قال له قم فتوضأ وأسبغ الوضوء وصل ركعتين لله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسنات يذهبن السيئات. سورة هود. الله. وأنزل الله تعالى قرآنا يتلى في سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ما قالش قل يا لفظ نابي، يا عبادي، قال يا عبادي كل عبادي ده ما أنهم عصاه، خدت بالك،
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. لما تيجي لسورة فاطر هتجد إعجاز وتفاؤل. شوف في أروع صور البيان، شوف ربنا بيقول إيه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفينا، طيب ماشي، ما نشوف اللي اصطفينا دول إيه. ثلاثة أقسام. هيبدأ بإيه؟ لو واحد بيكتب موضوع إنشا كومبوزيشن هيبدأ بدرجة أولى وبعدين متوسطة وبعدين بالدنيا. إيه رأيك بقى إن الآية عكست؟ بدأت، شوف بقى ربنا بيقول إيه، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ما جاء ابن عباس بقى حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه بيقول إيه، أما ظالمهم ما قالش زي الآن الوعظ المخشوش من الطفيليين المتطفلين على موائد الدعوة من غير الأزهريين. لو واحد بقى غيرهم كان كال لهم الوعيد والتهديد والنار وجهنم وضغطة القبر ومش عارف ايه ومالك لا. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية في سورة فاطر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، قال ظالمهم يحاسب حسابا يسيرا، ومقتصدهم قال مغفور لهم وسابقهم بالخيرات في أعلى الدرجات. يا سلام. من هنا العلماء جم بقى لقضية جميلة تتعلق بالتفاؤل. الموضوع ده يعني من حظي وحظك أن يصار لأول مرة في الإعلام. صدقني لو قيل أو طرحنا سؤالا، تعبد الله على رجاء أم تعبده على خوف؟ رجاء. خلي بالك من السؤال ده، لو واحد سألك عيالك في البيت أصدقائك أيا كان، تعبد الله على رجاء أم تعبد الله على خوف؟ السؤال ده سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعني هيدينا لمحة تفاؤل، لأن الراجل ده فهم الإسلام طبعا زي باقي الصحابة رضي الله عنه. عارف أبو بكر يقول إيه؟ كل يعمل على شاكلته. يعني ايه ابو بكر كل يعمل على شاكله دول عنه؟ الشاكله العبد ان يعصي وشاكله الرب ان يغفر. انت عايز بقى تفاؤل اكتر من كده؟ شوف ربنا بيقول في القران كل يعمل على ايه؟ شاكلته. فشاكله العبد لضعفه بيعصي وشاكله الرب ان يغفر. ولذلك ربنا بلسان الحال لا المقال، أنا الجواد الذي لا أبخل، أنا الحليم الذي لا أعجل، أنا الذي أستر على العاصي وأعفو عن الخاطئين وأقبل النادمين وأنا أرحم الراحمين. من ذا الذي أتى إلى بابنا فرددناه؟ من ذا الذي لجأ إلى جنابنا فطردناه؟ من ذا الذي سألنا فما أعطيناه؟ أنا الذي أغفر الذنوب وأغيث المكروب وأرحم الباكي الندوب وأنا علام الغيوب. عبدي قف على بابي أكتبك من أحبابي، تمتع في الأسحار بخطابي أسقك من لذيذ شرابي. أنعبد الله على إيه؟ رجاء. لكن النهاردة لما تشوف في غير الأزهر، الحمد لله الأزهر ثقافته وسطية متزنة طبعًا موضوعية طبعًا واقعية. اللجوم بقى الطفيليون اللجوم ولجوا الدعوة وهم ليسوا من أهلها، وتحدثوا في الإفتاء وهم ليسوا من أهل الإفتاء، والسوشيال ميديا مملوءة بالحماقات وبالسواد والألفاظ النابية والشتائم والتيئيس واستقطاع الكلام والكلام اللي احنا عارفينه على السوشيال ميديا وغير السوشيال ميديا. لكن صحيح الإسلام التفاؤل. شوف في صيام رمضان، في الصيام رمضان الحديث
موجود في جميع كتب الأحاديث في باب الصيام. آمين يا رب، ويبلغنا رمضان جميعا بخير وسلام. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالأعرابي يقول هلكت يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بهدوء قال له ما أهلكك يا أخ العرب؟ قال وقعت امرأتي في نهار رمضان. شوف بقى هنا المداواه الحكيمة، هل الرسول أمر بجلده أو بضربه أو بقهره؟ لا. هل الرسول وبخه أو عنفه أو استخدم الألفاظ اللي بنسمعها الآن من المتطفلين على الدعوة وما أكثرهم الآن والمتطفلين على الإفتاء؟ لا. شوف الحوار الجميل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين هذا الرجل. قال وما أهلكك يا أخ العرب؟ قال وقعت امرأتي في نهار رمضان. قال اعتق رقبة. فالرجل قال لا أجد ذلك، يعني لا يوجد عندي مال أن أشتري عبدا رجلا أو امرأة أو أما وأعتقها. قال إذن صم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. الرسول برضو لم يوبخه، لم يقل له ولماذا؟ لا. قال الرجل لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين. قال أطعم 60 مسكينا. شوف الرسول بيتدرج معاه ازاي، ولم يستفصل الرسول لم يقل له ولماذا لا تعتق رقبة ولماذا لم تصم شهرين متتابعين. قال اطعم 60 مسكينا. قال لا أجد، بس دي كفارة لازم تخرج، لأن دي عقوبة، عقوبة فيها معنى القربة، اللي الكفارة تكيفها في الفقه الإسلامي. قال اجلس. فجلس الرجل، سبحان الله، قدرا أو بنور النبوة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بهدية عبارة عن عسق تمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية ثم وهبها للرجل. قال أطعم 60 مسكينا. فالرجل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يوجد في المدينة أهل بيت بحاجة إلى التمر هذا من بيتي. طيب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف الرجل يقول ايه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بس كان ضحكه التبسم مش القهقه، لان القهقه لا تليق به وهو مقهقه في حياته، كان يقول ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم تبسم، قال اذا اطعم به اهلك وعيالك. شوف التسهيل الى اي مدى. هذا هي ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والمعصى الحسنه وجادلهم بالتي احسن، هو ده روح الاسلام. لكن حضرتك ربنا يبارك فيك، التفاؤل، التبشير، إشاعة البهجة. ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ سرور تدخله على إنسان. طب أنا هستأذن هطلع فاصل يا مولانا، لكن الكلام ده يخليني أفكر بصوت عالي لعلنا نجد إجابة لديكم بعد الفاصل. نعم. ربنا سبحانه وتعالى يذكر نفسه كثيرا بالغفور الرحيم. الرحيم. فسبقت المغفرة الرحمة. الرحمة نعم. السؤال بقى ليه؟ لازم نفهم ازاي حضراتكم، وكل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. وكنت بسأل، ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأكثر من وصف واسم، الغفور. وكان منها الغفور الرحيم. دائما ربنا سبحانه وتعالى يقول غفور رحيم، فسبقت المغفرة لفظ الرحمة. نعم. ليه بقى؟ أقولها لك ولمشاهدينا ومحبينا بتبسيط ما بعده تبسيط. شوف، نظافة وإنعام. إزاي؟ أما نقرأ في سورة طه وإني لغفار من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. حضرتك الحديث القدسي بيقول ايه عن الجنة؟ سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي؟ فالأول لازم يبقى قبل الرحمة اللي هتوصل للجنة يبقى في مغفرة. يبقى في ايه؟ مغفرة. ولذلك الصحابة لما كانوا بيسلموا، يعني طبعا كانوا من الجاهلية للإسلام، يا
يعني مثلا سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه ما بيقول لحضره النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه احنا عملنا في الجاهليه اشياء. صحيح. شوف بقى الرسول وتبشيره وتفاؤله قال ان الاسلام يجب ما قبله. انسوا الماضي. انسوا انسوا معركه احد. انسوا اللي عملتوه. الاسلام يجب ما قبله. يبقى هنا دي معناها تنتقل من المغفره ينسي الله او ينسي الله الحفظه ما فعله العبد من سيئات تبقى صفحه بيضاء. بالصفحه البيضاء ينال الرحمه، الرحمه تدخله الجنه. كيف اجود برحمتي على من بخل بايه؟ بطاعتي. بهذا الفهم يا سيدي الكريم على فكره اما تقارن حياه الصحابه بالتدين المغشوش اللي معظمه الان عند اللي بيقولوا عن نفسهم يعني ملتزمين فرق. الصحابة كان البشر يملأهم تفاؤل ديدنهم. الآن شوف بقى الجرعة الغلط من الثقافة الغلط في غير الأزهر عند اللي ماشيين غلط. تلاقي الولد حتى راح يصلي مكفهر الوجه مقطب كلامه جاف كأن يا ابني ده انت مفروض زي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أن تلقى أخاك بوجه طلق. إذا كنت قرأت القرآن وفهمته مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اكتست من فوق الأرض ما لها من قرار. تعالى النهاردة لما تيجي حتى لما تقدم شيء للمجتمع اجعل الناس يحسنون الظن بالله. فضل الله أنا مش بجامل. البلد دي مكرمة لأن لم يقتل على أرضها نبي ولم يهن على أرضها ولي، بل إن آل البيت اختاروا مصر. طبعا كبار الأولياء من الحجاز من العراق من اليمن من المغرب من الشام اختاروا هنا. شوف من أول اسكندرية لتسو لطنط طبعا القاهرة بني سويف المنيا أسيوط لغاية شوف البلاد كلها فيها مقامات وأضرحة الصالحين. اختاروا ايه؟ مصر. اختاروا مصر زكاة محفوظة بحفظ الله. أنا هقول لك على شيء أنا وأنت عاصرناه بدون مجاملة. إما قامت أحداث 2011 أيوه وحصل ما حصل من اهتزاز وكذا، أنا هقول لشعب مصر قمتم الصبح هل وجدتم الطعمية والفول والخبز مختفي؟ لا، الناس ذهبوا إلى الأسواق وجدوا التمويل، ذهبوا إلى الحياة صارت في معظمها من النواحي المعيشية عادية. ما اختفت سلعة، ما اختفت ليه؟ قلت لك لأن البلد دي محفوظة. وأقول للإعلاميين وغيرهم تفاءلوا بالخير تجدوا. الله سبحانه وتعالى يا رب خير. مولانا نورتنا وشرفتنا وافدتنا وادت لنا جرعه كبيره جدا من التفاؤل. بارك ربنا يخليك لنا مولانا. كل الشكر لمولانا فضيله الشيخ الدكتور احمد كريمه استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. ثواني ويكون داخل لنا حالا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. ما احنا لو كلنا العمر فنقابلكم ان شاء الله وبرنامجكم التاسعه. سلامات.